جنينة الأسماك يا عمي زبطينها معاه وهي خارجة من باب جنينة الأسماك. صدقني أسماك بس فهمت 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود. يا خرابي اهلا يا اخي. ازيك يا فيه؟ ازيك يا اخت؟ وحشتيني يا حبيبتي. ربنا وحشتينا. تعالي هنا تعالي تعالي يا ميه من تحت تبن يا زهية وانت وراك دهية. بالراحة عليها يا بابا بالراحة، واللي كسر يتصلح وربنا ستر حليم. فوزية مالكيش دعوة انت بيها، خليه يربيها. ايه في ايه؟ في ايه يا في ايه؟ اجوز ليه؟ ومش عايزة تبيضي، اديك اتفقست يا اختي. حضرتك مستغفلاني وماشية مع حيوان من ورايا. المفضوح ده انت يا سحانف. ايوه انا، وان انكرتي علي الطلاق بالثلاثة لطلع اختك فوزية. بس 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 من فضلكم بس. نادية بصي لي هنا، الكلام اللي بيقولوه ده مظبوط؟ انا عايز الصدق، عايز الحقيقة. هل اللي بيقولوه ده صح؟ بنتي بنتي، انا لا هتعصب ولا هتخانق ولا هدغدغ الدنيا ولا هكسر البيت على دماغك ولا حاجه، انما انا عايز الصدق. هل الكلام اللي بيقولوه ده مظبوط ولا لا؟ قولي يا حبيبتي، قولي يا روحي، قولي يا روحي، قولي وانت مبتسمه، قولي وانت سعيد. انا بيني وبينكم ايه غير كل صراحه وكل صدق؟ يعني انا مربيكوا على الصراحه ومربيكوا على السبور. قولي قولي يا حبيبتي، قولي وما تخافيش من حاجه ابدا. قولي يا روحي، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ها؟ ايوه مظبوط يا بابا. اهو شفتي، لا هتخانق ولا هتعصب ولا هنرفز نفسي ولا حاجه غايه ما هناك. بس يعني هجيب البتاعه دي يا بابا. معلش يا بابا، حقك عليا يا بابا. يا بنت حقك عليا يا بابا. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. أنا عارف أنا عارف أنا عارف إن الموضوع في حاجة زفت. أنا عارف بس. يا بابا أيوة. يا بابا نعم. يا بابا أيوة يا بابا. إيه يا بابا؟ الفضيحة ممكن تتداوى وتجوز غلها؟ لا يمكن لا يمكن أجوزها الراجل مشيت معاه. بس لا يمكن. بابا أيوة بابا. إيه وليكن في معلومك. نعم وليكن في معلومك. أيوة احذر هذه المنطقة. عشان ايه؟ ممنوع الاقتراب او التصوير. لا يمكن اجوزها الراجل مشيت معاه. بس لا يمكن. بابا نعم. بابا أي. كون مطمئن، انا عن نفسي ما افكرش اتجوزه مطلقا. ليه؟ ما تتجوزهوش ليه؟ 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 افهم ليه؟ 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 هتتجوز ايه؟ عمي انا قطع دراعي يا عمي اذا ما كانش هو اللي مش عايز يتجوزها. اخرس يا حنفي، واوعى تتدخل في حياتي. لا هيتدخل. اتدخل يا حنفي. اتدخل يا حنفي. ولازم هيتدخل. اتدخل يا حنفي. اتدخل. اسكت يا ابن الورمه. لازم هيتدخل. ردي على كلامه. ردي على كلامه. حاضر. ردي. ما تجوزوش ليه؟ انا اللي قلت الكريم. ايوه. ان عمري ما هطلب منه الجواز. عشان ايه؟ قول. ما تطلبيش منه الجواز ليه؟ لانه يا بابا. ايوه لانه يا بابا. لانه ايه؟